طيب وانت بتناقش كل الامور ديت هتلاقي واحد زي شيكابالا، راجل عمل حلقه ايضا مع ابراهيم فايق كان فيها كتير من الجوانب الايجابيه على فكره، وبدا شيكابالا مختلفا في بعض الامور وبدا نادما على الاساءه تجاه جمهور النادي الاهلي، حتى وان فسر ده انه كان رد فعل، لكن هذا التحول السلوكي محمود ومشكور. لكن ما يتعلق بسابق محاولة انتقاله للنادي الأهلي كان فيها جزء كبير من المغالطة. ما ينفعش والمهندس عدلي موجود ما نسمعش شيكابالا عن هذه الواقعة لأن فيها جوانب تحتاج لتصحيح. مين زمان يا إبراهيم هيدفع مليون يورو لباوك في مصر؟ ماشي. مين؟ مفيش. مفيش. أهلي زمالك. مفيش. يا أهلي يا زمالك. لا أهلي زمالك صح؟ ماشي. الزمالك مش عايز شيكابالا. ما كانش عايزك؟ لا. يا شيك؟ اه والله العظيم. يعني ممكن تسأل جمال حمزة كان عايش معايا، أنا كنت عايش مع جمال حمزة طبعًا. ماشي. الفترة دي كلها. الزمالك ما كانش عايزني، أنا رحت النادي إبراهيم 5 مرات والناس بتقفل تليفوناتها و تتهرب منك. لا يعني هما بيقولوا لي ميعادك مثلًا الساعة كذا فبروح، فالناس بتقفل تليفوناتها فبمشي. مرة التانية التالتة الرابعة. 5 مرة كنت مع جمال حمزة في اسكندرية. رجعت من اسكندرية عشان أقابل حد. فبرضه ما فيش حاجه حصلت فخلاص يعني الزمالك مش عايزني. فما كانش قدامي حل. الاهلي هو اللي كلمك وقتها؟ اه. مضيت اه، بس يعني وانا بمضي قلت لهم يعني انا عندي مشكله. انا ممكن يبقى ماتش اهلي وزمالك وانا قاعد احتياطي والزمالك يجيب جون ممكن اقوم اهيص عادي، انا كده بطلت. ده بجد والله ابراهيم، انا قلت لهم كده والله والله العظيم وحياه عيالي قلت لهم كده. لمين؟ اللي كان الناس اللي كانت بتقعد معايا. كان مهندس عدلي القيعي كان قاعد معايا طبعا. قاعد معايا. لكن انت مش فاكر انت قلت الكلام ده لمين؟ لا فاكر طبعا. مين؟ لمستر عدلي. لمهندس عدلي القيعي. ماشي. وكان معايا واحد صاحبي اهلاوي اصلا من اسوان. ماشي. فقلت لهم لا انا ممكن انا كده بطلت كوره. اه. فقال لي لا انت لما تيجي النادي الاهلي هتحب تخش جوه المنظومه. هتخش جوه وهتحب النادي الاهلي و... والاهلي سابك ليه وقتها؟ تماضي ولابس عشان القصه كلها مش آه. ما كانتش انا آه. ما هو في طرف ثالث انت لازم تروح تتكلم معاه. اه باوك باوك، فانت لازم تروح تتكلم معاهم الاول عشان الموضوع يتحل. طيب بقيه الفيديو هو قال ان انا حتى لما رحت اتمرن في النادي الاهلي لقيت نفسي بتمرن بالليل بفانيلا بيضاء. هو انت عايزني يعني عايز مني ايه؟ عايزني ارد وهو يرد وعدلي قال لا 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 خالص خالص. بص يا استاذ ابراهيم، ربنا عرفوه بالعقل مش كده؟ في حاجات اللي قالوا ان الزمالك ما ردش عليه 5 مرات ده بيفسر لي انه اتصل بيا وقال لي اخر مره انا ده 5 أو 6 مرة. انت مش عايزني؟ لا احنا عايزينه بس في حته بتخلينا طب ليه؟ يعني 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 هو شيكابالا بحجمه ده يخليك برضه تتساءل يعني لما يرجع مصر ما هو كان عنده حل تاني انه يستنى بباوك. ايوه. لكن وكان ماشي كويس جدا في الفتره دي بباوك. يعني حتى الكابتن حسن لما سالني قلت له يا كابتن شيكابالا يعني لديه رغبه انه يجي النادي الاهلي وعايز يرجع مصر قال لي عدلي وانت بقالنا سنه او اتنين قلت له لا انا متابع مسيرته في باوك ماشي كويس جدا. فلما ابتدينا نعمل الاجراءات في تحفظ انت برضو مش متخيل في لعيبه كده بيبقوا مرتبطين بناديهم مش بس شيكابالا كان عايش جوه نادي الزمالك. ايوه. مغترب فقاعد مقيم. مغترب فقاعد مقيم في 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 مدرجات نادي الزمالك. وبعدين واحد بمهارة وقيمة شيكابالا برضه انت مش فاهم ايه اللي يخليه ما يرجعش هو دلوقتي فسرها. قال هو ما قالكش ساعتها انه الزمالك مش عايزه. لا ما قاليش كده، قال لي انا يعني انا جاي وقابل ابويا. فهل معقول هيجي يقول لي انا هقعد اشجع الزمالك واحتفل؟ هل ممكن يعني ده يقبل من عندك انت؟ طب انت قول لي يعني يعني انا مش محتاجك. بيقول لك انا قلت لمستر عدلي بص انا لو الزمالك بيلعب مع الاهلي وانا عديتك يا ابراهيم يعني والنبي ما توقفنيش عند حته الناس كلها تنسى الموضوع لان في حتت كده ما ينفعش ترد عليه. يعني يعني كلام يعني واحد في الفرقه هيجي يقول لي بس انا لو زمالك جاب فينا جون
وانا بلعب مع الاهلي هنط احتفل وهتقبل يعني طب ليه؟ ليه اللي خلي ايه اللي يخلينا نوقف على كده؟ واخد بالك؟ ده انت اساسا وقتها الاهلي كان ماشي والدنيا ماشيه زي الفل وبيجي ايام مانويل دي حاجه، الحاجه الثانيه انا قلت لك ان انا طلبت من الكابتن حسن هو ذكر حاجه صح انه قال نادي باوك وافق للنادي الاهلي على 600,000 يورو وان هو شيكابالا حكى دي كمان وانا كنت رافع قضيه لما تاخرت الشهاده الدوليه وانا حكيت لك هذا الكلام قلت لك ان رئيس النادي اتغير حابوا يتساموا فهو رفع قضيه عشان يجي النادي الاهلي وكان الحكم مثلا يوم الاثنين لان خميس وجمعه وسبت ما فيش لجنه شؤون لاعبين في الاتحاد هترد علينا هيرد لحد الاثنين هو جاءه من يقول له انا موجود في نادي باوك دلوقتي الاستاذ محمد سويلم تحديدا وان الزمالك عايزك وان الزمالك انا خلصت مع نادي باوك قال ايوه انا ممكن ارجعه على نادي الزمالك يعني ان ده يسهل معرفش قال له كده هو لما كلمني في هذا الكلام ما كان فيه وكيل في النص بيدير هذا الملف وبيديره مع الاتحاد الدولي فراح بعد كده الدكتور كمال درويش طب خلينا الاول يعني هو لما حب يتراجع هو كان ماضي واخد فلوس هو قال يعني لازم احس بجديه النادي الاهلي ان انا اخد مقدم وانا يعني هم اتنين هو والاباني كنت حريص ان مدير الشؤون الماليه يكون حاضر هذا الاتفاق مع مدير الشؤون القانونيه اها لان في فلوس هتطلع في فلوس هتطلع في ناس لسه ما مضتش ايوه فقولها لنا بالطريقه اللي لو حصل اي حاجه الحقوق. ما تروحش علينا ايوه فانا الموضوع تم كده هو كابتن حسن كلمني وقال لي شيكابالا وعايزين نرجعه خلاص ورجع شيكابالا بس هو فكره انه يتمرن بالليل بالفانيلا هو ما اتمرنش ما نزلش الملعب انا قلت للكابتن حسن يا كابتن انا دلوقتي دخلت مستر مانويل وحسام البدري وعرفتهم عليه والراجل قابله مبسوط والدنيا عايزه وعايزه عاد لما تقدري ده كابتن حسن هو كده هو حسن لا يعترف الا بالمستندات والواقع قلت له ما انا عندي فاكس من رئيس النادي بيقول لي انا موافق والمساله اجرائيه هو كان صح كابتن حسن لانه بعد كده رئيس النادي مشي في نفس الاسبوع وجه رئيس نادي تاني ابتدى يساوم فهو كان فعلا ولذلك انا يعني كنت بقول لك انا ما بعتبرش اللعيب غير لما الكارنيه بتاعه يبقى في ايدي مش انه يمضي الكارنيه بتاعه يبقى في ايدي فقال لي لا ما ينزلش قلت له يا كابتن دلوقتي الكابتن شيكابالا هيتمرن فين هو عايش في نادي الزمالك معقوله هيبقى ماضي عندي وبيروح يبات في نادي الزمالك واحنا سايبينه في الهوا كده ما ينزل يتمرن وحي جماهير الاهلي والجماهير تفرح بيه وهو يفرح بيهم فكان هناك ردا قاطعا من اداره الاهلي انه ينزل يتمرن قبل ما تيجي الشهاده الدوليه هو بقى راح يتمرن بالليل بشكل فردي ولبس فانيلا بيضه في مكان ما يعني مش في التتش طبعا لا ما اعرفش هو انا ما اقدرش يجوز اتمرن ما انا ما اعرفش اتمرن امتى لكن هل هيروح يتمرن في النادي الاهلي بفانيلا بيضه ويقول لي انا بشجع الزمالك وهقول هي لو جبت في وانت تقول له معلش لو الزمالك في يوم يعني وانت تقول له معلش الحته دي انا بره المنطق لا انا ما حضرتهاش بلاش ان انا لا اصدق ولا انفي انا ما حضرتش دي بس حضرت الكابتن حسن وهو بيرفض انه ينزل التمرين وانا نقلت كده لمستر مانويل وحسام البدري حصل حاجه من ورايا اشك حصل حاجه وينزل بفانيلا الابيض ليه وازاي ده يقبل لا في الاهلي ولا في الزمالك؟ انا لا اكذب ولكن احكي زي ما هو حكى جانب انا ما حضرتوش ان الزمالك ما كانش عايزه كان بيكلمه ويبدو ان هذا حقيقي. انا برضو بحكي الجزء اللي حضرته انا وهو والجزء اللي هو ما حضروش بتاع الكابتن حسن وانه ما ينزلش غير لما تيجي الشهاده الدوليه لكن في جزء مؤكد انه كان رافع قضيه في الاتحاد الدولي علشان ياخد الشهاده الدوليه من الاتحاد الدولي بناء على الفاكس بتاع موافقه
النادي الاهلي باوك نادي للأهل. نادي باوك للنادي حتى لو يعني اللي وافق كان النادي على ختم النادي، حتى لو اتغير رئيس النادي وكان هناك حكما يعني قيل انه سوف يظل لصالح كابتن شيكابالا في هذه النقطه. فعايزين ما نتوقفش قدام الكلام ده كتير، لان الحقيقه مساله التهاتر وقيل وقال ما بحبهاش. طيب.